وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان. وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، بل نقول حلقة خاصة بإذن الله تعالى. في البداية وحشتوني ووحشني وجودي مع حضراتكم على شاشة قناة الندى في أكثر من حلقة ماضية، وده كان بسبب العمرة، والعمرة دي كان فيها يعني خيرات كثيرة والله بفضل الله تعالى. من خيرات هذه العمرة ضيف اللي معايا اليوم. ضيف اللي معايا اليوم يعني كان بيني وبينه اتصالات عبر الهاتف فقط، ولم أره من قبل أن أذهب إلى العمرة، ولم ألتقيه في مصر، لأنه بينزل إلى القاهرة في اليوم اللي أنا يومي طويل فيه وعندي حلقة فيه بالليل. لكن سبحان الله، سبحان يعني مجمع القلوب ومجمع الأبدان، التقيت مع ضيفي في المسجد النبوي الشريف في مجلس كان فيه شيخنا الشيخ حبيب قلبي الشيخ أيمن صيدح، وأخونا الشيخ سيد، وأخونا أبو عمار، وضيفنا اللي كان معايا، وبعض الإخوة اللي كانوا معنا في هذا اللقاء. وسبحان الله يعني ما فاتش وقت طويل إلا وعرفت إن شيخنا هو اللي بينه وبينه اتصال بقالنا فترة طويلة جدا ولم نلتقي. ضيفنا من علماء التجويد والقرآن والقراءات الدكتور سعيد صالح زعيمة. اهلا بك يا شيخ. اهلا بك، جزاكم الله خير، منورنا في قناة الندى. بارك الله فيك. كان بينا اتصالات لكن لم نلتقي الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينكم، ولكن الله الف بينكم. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وطبعا انا دايما يعني حابب ان احنا نتكلم عن موضوع يكون ما تطرقش ليه كثير من الناس، والموضوع ده مهم جدا 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 جدا، خاصة بين من يعلمون القرآن ومن يتعلمون القرآن، موضوع الوقف والابتداء. وإحنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت مع شيخنا الدكتور سعيد على أن احنا بنينا لقاء أو أكثر من لقاء على قناة الندى للكلام عن هذا الموضوع من باب التأصيل العلمي للوقف والابتداء وبعض الأمثلة من القرآن على الوقف والابتداء. فبداية شيخنا انت منور قناة النادي. الله يكرمك، يكرمكم ان شاء الله، جزاكم الله خير. حضرتك دلوقتي عايزين نعرف المشاهدين الكرام ما هو الوقف والابتداء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الناظم رحمه الله: وبعدما تحسن ان تجود لابد ان تعرف وقفا وابتداء، وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. مهم جدا الوقف والابتداء. الوقف والابتداء شرف العالم وزينة القارئ وحيلة التلاوة وفهم التالي وبلاغ المستمع. انت الموضوع ده كبير قوي كده، احنا عايزين بس قبل بقى ما نتطرق بقى لترجمة هذه الكلمات، انا بس بقول للمشاهدين الكرام اللي حابب يتواصل معانا عبر الهاتف ان شاء الله ارقام الهواتف تظهر تبعنا على الشاشه، واللي حابب يتواصل معنا عبر الصفحه الخاصه بالبرنامج الصفحه تظهر عنوانها على الشاشه. عايزين بقى نقول بقى تاني كده، الوقف والابتداء هو شرف العالم، شرف العالم وزينة القارئ، وزينة القارئ وحليه التلاوه، وحليه التلاوه وفهم التالي، وفهم التالي وبلاغ المستمع، وبلاغ المستمع. يعني ايه شرف العالم الذي يشرفك؟ هو الوقف والابتداء. نعم، شرف العالم وزينة القارئ الذي يزينك. الوقف والابتداء شرف العالم وزينة القارئ. كيف تفهم هذا يعني؟ نعم. وبلاغ المستمع، تبلغ رسالة. نعم. أي رسالة تبلغها؟ سبحانه ربنا وسبحانه لنا وحده.
يعني الموضوع مش موضوع قراءة بس، لا عشان كده من غزر قال وبعد تجويدك للقرآن للحروف لابد للحروف من لابد معرفة، من معرفة الوقوف. نقبل ابتدى. نعم. وبعدين هو القرآن أصلا إن هذا القرآن يهدي، نعم. أين الهداية؟ بالأخرى ابتدى. نعم. أيضا القرآن ربنا قال فيه ليتدبروا آياته. نعم. أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. ده كمان ده فتح جديد لم بقى. يقل لم يقل ليحفظوه أو يقرؤوه. ليتدبروا آياته. والوقف معين على التدبر. أفلام يتدبروا القول، أفلام يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، في أقفال نعم. على القلوب. نعم. فالقرآن ما دخل القلب فما خشع القلب فما خشع الجوارح. نعم. يعني واحد دخل على النبي صلى الله عليه يخطب وسلم أو يتكلم كلام عادي، يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. النبي قال له بئس خطيب القوم أنت، اذهب. وفي رواية بئس خطيب القوم أنت، قم. وهذا كلام عادي، فبالك بكلام الله. ولما سئل سيدنا علي مثلا وردت القرآن ترتيلا، قال معرفة الوقوف تجد الحروف. هذا فيض من بحر. أنا أرى أن وردت القرآن زي ورتلناه ترتيلا. نعم. رتلناه ترتيلا عظمناه تعظيما، يبقى رتل القرآن ترتيلا عظم القرآن، ولا يعظم ولا يرتل غير القرآن، لا الحديث ولا القراءات الشاذة ولا نعم. ولا الكلام العادي. نعم. فسيدنا طبعا بحاجات كثيرة منها معرفة الوقوف وتجويد الحروف. نعم. يعني عند الوقف، في وقف يعطي حكم. نعم. يعني مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. إن وقفت هنا ولكم الفاسقون إلى الذين تابوا. لا تقبل شهادة القاذف حتى لو تاب. المعنى يتغير. إن وصلتها يتغير المعنى. اقبل الشهادة إن تاب. نعم. يبقى مشروطة. نعم. شوف الوقف أعطى حكم والوصل أعطى حكم آخر. أعطى حكم آخر. جميل. بل إن يعني أضرب مثال آخر لنفهم المسألة. ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لو انا بدات ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ضاعت القضيه. لنفهم القضيه لازم نفهم الموضوع. يبقى دخلنا في تفسير. المعاني. ده هيحكي لي هيحل لي الاشكال. نعم. يعني اقوى قوتين في العالم في وقت بعثه النبي فرصر. وطغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد والضرائب، ارهقوا الناس. واليمن بقت ولايه فارسيه، الشام ولايه رومانيه، مصر ولايه رومانيه. فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقعوا بعض فرس غلبت الروم. كفار شمتوا في المسلمين قالوا من لم معهم من ليس معهم كتاب ولا نبي الفرس عبد الله النار. غلبوا مين؟ من اهل الكتاب، اهل الكتاب اللي معهم كتاب ونبي اللي هم النصارى النصارى. فربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. عمر يقول اي جامع يوسف جامع الكفار يوسف امامنا ولد الدبر. نعم. يقول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل ولكنكم تستحشرون. وجاء اليوم في غزوه بدر وقال عمر صدق الله سيهزم الجمع ولنا الدبر. نعم. شمت الكفار في المسلمين وقالوا من ليس معهم كتاب ولا نبي غلبوا. فنزل غلبت الروم فين؟ في ادنى الارض في الشام. نعم. ادنى الارض الشام. نعم. من مين؟ من الروم. نعم. من الفرس. من الفرس وهم من بعد غلبهم. مش هتقف الحكايه لك. ومن بعد غلبهم سيغلبونا في بضع سنين لله الامر من قبل ان تغلب الفرس ومن بعد. تمام. حكايه مش غفل. نعم. ويوم اذا يفرح المؤمنون وقف هنا. نعم. راس ايه سنه فواصل وفيها معنى. لو قلت ويوم اذا يفرح المؤمنون بنصر الله يبقى ضاعت. ليه؟ حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. والفرس يعبدون النار وهؤلاء يعبدون المسيح. ونصر الله لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. نعم. لنفرح المؤمنون بماذا؟ بان القران تنبأ وتحقق ما تنبأ. لو لم يحدث لقال المسلمون انت كاذب. نعم. تركوه وارتدوا عن الاسلام. نعم. يفرح المؤمنون ويطمئن القلب ان القران على حق. يفرح المؤمنون بتنبؤ القران وتحقق ما تنبأ. ثم ويوم اذن يفرح المؤمنون بنصر الله في بدر. نعم. لكن مش لو بدات بها اولا ضاعت. لكن مش بنصر الله في للفرس ولا للروم، ده كفر ودول كفر. لكن ابدا ويوم اذن يفرح المؤمنون بتنبؤ القران. ثم ويوم اذن يفرح المؤمنون بنصر الله في بدر. اذا الوقفه جابت فرح والوصل جابت فرح. مثال اخر الوقف والابتداء. وقال الله اني معكم معيه احاطه. نعم. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه معيه تأييد ونصر. تمام. معيه الله قسمين. نعم. احاطه وهو معكم اينما كنتم. نعم. يعني يحيط بكم. يحيط بكم. نعم. يعني مثقال حبه من خردل في السماء ياتي بها الله وياتي بك. نعم. لن تضحك على الله. نعم. معيه احاطه.
لكن في معيه ايد النصر. ايد النصر قسمان، ربوبيه والوهيه. تمام. ان معي ربي سهدي، الناس ما عندهمش يقين، بيقولوا ان انا مدركون. يقول له ربنا لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى عرقا في البحر. ازاي يا موسى؟ ما يا رب كيف؟ اضرب البحر يبقى الميه تبقى جبل. تمام. يبقى لما اقف يبقى دي ربوبيه، اما ان الله معنا بتاعت سيدنا النبي سيد الموحدين بيكلم ابو بكر سيد الموحدين لابوز الايمان وابو الامه. اذا الوقفه بفرح بمعيه. نعم. معيه الالحاط. والوصل والله ان معكم لان اقمتم الصلاه معيه اخرى. نعم. شوف الوقفه عمل ايه؟ والوصل عمل ايه؟ يعني اتى بمعيتين. ايوه. نعم. جت جبت اثنين. نعم. فانا احب اقف واصل. وامور كثيره في الوقفه الفتيه يعني لابد من فهمها وعلى ضوءها. من لا يعرف الوقفه الفتيه لا يعرف القران. طيب احنا عايزين برضه بقى نعمل تعريف مبسط كده للوقفه الفتيه. الوقف لغه الحبس. تمام. وقفت الداب يعني حبستها من وقتها من المشي. تمام. وجاء في القران 4 مرات. تمام. وكلهم بمعنى الحبس. وقفوا على النار. تمام. حبسوا. تمام. السؤال لا تزول قدم عبد. وساعه ما وقف على النار بيقولوا يا ليتنا نرد. ده برضه مجرد رؤيه النار. والخوف عليه ما بالك بقى بدخولها. تمام. وقفوا على ربهم حبسوا للسؤال. تمام. وقفوهم انهم مسؤول موقوفون. نعم. عند ربهم سورة سبع. الاربعه معناها الحبس. تمام. واصطلاحا قطع الصوت زمن وتنفس فيه بنيه استئناف القراءه. يبقى لغه ده تعريف اهل اللغه. وقال اللغه لهم تعريف لكل المصطلح لكل الامور. اما الاصطلاح فده لعلماء الوقت مصطلح المتخصصين. هم متخصصين. تمام. يفهمون من تخصص في هذا العلم يعني. الوقف لغه الحبس واصطلاحا قطع الصوت زمنا وتنفس فيه بنيه استئناف القراءه. لو بنيت الاعراض عن القراءه يبقى اسمه قطع. قطع. يعني لو وقفت خلاص انا قرات هنا الورد بتاعي ووقفت وقفلت المصحف ده اسمه قطع. أيوة. لكن انا خدت نفسي هكمل وهكمل تاني يبقى ده وقف. يبقى ده اسمه وقف. تمام. الحبس قطع الصوت زمنا لا يتنفس فيه بنيه استئناف القراءه يبقى اسمه ايه؟ اسمه سكت. اللي هو ايه؟ انا خدت ما خدتش نفسي واستأنفت القراءة. وده موجود في 4 وقفات للرواية حفص. ده 4 سكتات. ده 4 سكتات دول قولا واحدا من الشاطبي. نعم. لو عوج مرقدنا من راق بران. نعم. في الطيبة له الوجهين. تمام. وقال في مرقدنا عوج من راق بران لحفص كل فجاه. نعم. لكن له سكتات اخرى. نعم. فين؟ ماليه هلك. ماليه هلك. وليه كمان في سكت على الساكن قبل الهمز في من بعض طرق حفص برضه. لا ده في الطيب. لكن انا اظن ان موجود يعني. يمكن على الشاطبي. نعم. حفص الصغير خلينا في الشطبي. وله بين الافال والتوبه. نعم. لكل القراء. نعم. لهم ايه؟ 3 احكام. نعم. من ضمنها السكت ب 15 وجه. في الوصل بين الانفال والتوبه لكل القراء. حفص. تمام. وغيره. تمام. الوقف وعليه 7 اوجه. تمام. كيف؟ احنا مش عايزين برضه نوسع الدنيا دي عشان ما نتوهش مشاهدينا الكرام بس. الوقف والسكت والوصل. تمام. الوقف عليه 7 ان الله بكل شيء عليم. عليم. تمام. لك 2 4 6 على الاسكان و2 4 6 على الاشمام ولك 2 على الرو. تمام. يبقى 7 على الايه؟ على الوقت. تمام. وزيهم 7 على السكت. تمام. والوصل يبقى 15 وجه. تمام. خلينا بقى نقول بقى ان هم 3 اوجه رئيسيه. لا 3 احكام ب 15 وجه. طيب 3 احكام اللي هي ايه؟ ب 15 وجه. ب 15 وجه ماشي انا مع حضرتك. الوقف. الوقف والسكت. والوصل. والوصل. بين الافعال والتبر لكل القرى. تمام. خلاص احنا عرفنا الوقف والقطع والسكت. لا اقول هذا ليه؟ لماذا؟ في ناس للاسف تقرا وفي الترويح في رمضان الايه وتقطع على جزء من ايه وتبدا بجزء من ايه. هذا خطا يقول ابن الجزري البيت رقم 100 في الطيبه. نعم. يقول والقطع كالوقف وبالايه شرط. والوقف والقطع كالوقف وبالايه شرط. معناها القطع كالوقف انه تام كافي حسن قبيح. تمام. لكن في فرق بين القطع والوقف وهو بالايه شرط. نعم. يعني تقف على جزء من الايه تكمل. تمام. يعني شرط ان انا اكمل. لكن القطع اللي هو ايه؟ بنيه الاعراض على القراءه. الله. تمام. اكبر. فلا تقطع على جزء من ايه. ايوه. ولا تبدا بجزء من ايه. تمام. يبقى لازم تقف على راس الايه. تمام. وتبدا بصدر ايه. غير هذا مخالف لاجماع الامه ومخالف لما قاله ابن الجزري. يعني لا يجوز ان انا اقف في وسط الايه ثم اقول وانا في الصلاه الله اكبر. ولا حتى في قراءتي العاديه وقراءه الورد ولا تعبد. في واحد كان يفعل ذلك ويصلي الايه مثلا فمحونا ايه الليل الله اكبر وجعلنا ايه النهار بصير الله اكبر ايه الدنيا يصلي بها التراويح. طب له يا شيخ قال راس اكبر براسي تقنعني. قلت له راس ابن الجزري والقطع كالوقف وبقى شرط ايه بيت رقم 100 في الطيب.
قال يعني ايه؟ قلت له يعني قطعك الوقف هو بالاي شروط، لابد ان تقطع على راس ايه وتبدا بصدر ايه. تمام. غير كده مخالف لما اجمعت الامه عليه من كلام ابن الجزري هو الصواب وغيره غير صواب حتى لو كان صوابا. واجمعت الامه على ان امام الحفاظ وحجه القراء ابن الجزري. نعم. مسألة أخرى يعني إيه، فهو قال لي خلاص أنا اقترحت بكلام ابن الجزري. قلت له لا، وفي نقطة أخرى ستذهب وتقف وتقول فويل المصلين. ابن الجزري قال القطع كالوقف لأي شرط. هنا في مسألة أخرى قالها ابن الجزري أيضا، قال إيه؟ وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطر، ما قالش يقطع مضطر، يوقف مضطر. لا، في فرق بين من يعني ده اضطرار، وقف اضطراري، يوقف مش يقطع. من واخد بالي، يقف مضطر، ما هو لكنه لا يقطع مضطر، هيقطع هو لا على راس الايه ويقطع وكلامنا تاني. ما هو تام لما يقول فويل المصلين الله اكبر. يبقى مش مع ابو النواس اللي قال ايه؟ قال الله ويل للمصلين ولم يقل ويل للشاربين. نعم. الا انهم من افكهم لا يقولون في الركعه الثانيه يقول ولد الله. نعم، ما ينفعش طبعا. ونكل اطباع المصبحين في الايه وبالليل. بعض هذا الكلام، ما بعد كده يبقى احنا بقى يعني كده اذا يوقف مضطرا مش يقطع مضطر، يوقف لانه هيستأنف. طب قبل ما يقطع، قبل ما ادخل في السؤال الثاني اللي هو مهم جدا، هل ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك وقف وابتداء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه الوقف والابتداء في الايه وهو يعلمهم القران؟ يعني واحد بيتكلم مع النبي مش في القران، يقول له من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصيه ماء وقف. ولو بيس اخطب القوم انت اذهب. هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل؟ هل يقبل لأن في القران يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه الوقف والابتداء؟ اكيد. لكن هذا ينقل لنا الوقف في القران؟ لا لا لا، نقل السيدة ام سلمة قالت ايه؟ كان رسول الله كان يقف على راس الايه وكان كذا. حسب دلوقتي ان راس الايه في بعض الاحيان الوقف عليه. لا لا، هقول لك اهو. اتفضل يا سيدي. ولفظا فامنحا الى رؤوس الايه جوز في الحسن. نعم. فرؤوس الايه سنة فواصل عند ابن الجزري. تمام. العلماء قالوا له خلي بالك يا ابن الجزري في سنة تعبدية. فنجيب سنة الفواصل ونجيب سنة تعبدية. بمعنى ايه؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. لو بدأت الله ربكم رب آبائكم، ما معناه؟ اللغة هنا مش هتيجي معايا. تمام. في رابط لفظي ومعنوي. تمام. فأنا آتي بسنة الفواصل. أقف على رأس الآية. سنة الفواصل. ثم آتي بالوصل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. مثلا ألا إنهم من إفكهم ليقولون، أقف رأس الآية ثم تواصل. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طب سيدنا، ما أنا ممكن برضه جبت الحسنيين أهو. ماشي، أنا هقول يعني كأني بتكلم بلسان مشاهدي الكرام. حد دلوقتي قاعد مشاهدي الكرام بيسأل حضرتك، بيقول لحضرتك طب ما أنا كده ممكن يكون يظن السامع أن الآية كررت بالفعل، وفي هناك آيات مكررة وده العلل. تمام. فربما يظن السامع أن الآية هنا مكررة، مش مقصود للقارئ من القارئ بيان سنة الفصل. بص هقول لك حاجة. أولا التوكيد اللفظ ده معروف، يعني فدي على ربكم تكذبان جت وحتى تتم مرة، ولو عايز نحكيها نحكيها. لا، أنا بتكلم على عموم تكرار الآيات ورا بعضها. لا لا لا، دي هنا بجيب سنة الفواصل كسنة كسنة سنة فواصل، لكن التعبد فين؟ سنة تعبدية هتجي بالمعنى. تمام. لكن بقول الله ربكم، قل سبحان الله عما يصفون. نعم. قل عالمي، ولا ارجع سبحان الله عما يصفون عالمي. نعم. اللغه فين؟ فانا هجيب همشي مع ابن الجزري في سنه الفواصل، وامشي مع العلماء اللي قالوا لا في سنه تعبديه. طب انا دلوقتي بقول الحسنيين يعني عايز معلش، انا مش بجادل مع حضرتك، بس انا بس بنقل ربما اراء المشاهدين، وانا برضو يعني في ليا برضو بعض الاسئله. لا في مشكله، ربنا يبارك في حضرتك. يعني في سوره الصفات، وانكم لتمرون عليهم مصبحين. خلاص؟ عليهم مصبحين، وهذه راس ايه. لو انا بدات بعديها وبالليل افلا تعقلون، يعني انتم ما عندكوش عقل بالليل وبتمروا عليهم الصبح. فانا دلوقتي لو انا وصلت دلوقتي هل علي حرج؟ ده سؤالي. يعني لو قلت دلوقتي وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، واقف وسط الايه، خالفت سوره الفاصل. خالفت سوره الفاصل. انا مش عارف هو مش الاصل في القران هو لا، تمام المعنى. لا، النبي مسلمنا قران بعدد. نعم. الايات علمنا الفاصل عشان العدد. نعم. والعدد ده بيسلمه كده عشان لما نستلمه هناك في الاخره كده.
الايات دي ما ينفعش. نعم. وبعدين العدد ده يعني انت لو تحسبه هتلاقي فيه اعجاز. نعم. يعني الفاتحه مثلا 7 ايات، البسمله 19 حرف، حرف. نعم. اضربهم في 6 الايات الفاضلين يبقى ايه 114. كان دول السوره دي كافيه وشافيه عن كفى القران القران كله كله. في بقى مسائل مش عايز اخش فيها، واعجاز رقمي واعجاز علمي واعجاز بتاع النبي سلمنا فواصل، هي علمنا الفواصل زي القافيه من الشعر، بس مش هيقولوا ما القافيه. لسه كنت هقول كده، انا عايز اقول لحضرتك ان الفواصل ننقى بالقران لا عن لا ما هنقولش نقول انها حتى بيسموها في يعني في دراسه هذه الفواصل، انا بيسموها فواصل، والفواصل دي ده مصطلح اصلا خاص بالشعر، فاصله الشعر. ده انا عايز اوصل لك في حاجه تانية. هنتطرق بقى غير حفص بس لنفهم المساله. تمام. يعني بقول مثلا ايه فارهبون كل نعم القراء، نعم سيدنا يعقوب يقول فارهبوني نعم ليه؟ على الاصل، تمام وزياده المبنى زياده المعنى، كسره تمام رهبه. طب فارهبون على الفاصله، فارهبون فاتقون، نعم أي نظر الفاصلة وجاب على السرعه، ليها وزن. يبقى انت نعم عندك سرعه رهبه وعندك كسره رهبه، تمام والاثنين ابلغ من بعض. تمام اوضح لك اكتر، الذي خلقني فهو يهدين، يعقوب يقول ايه؟ فهو يهديني. نعم دلت الاولى على اولا الفواصل، خد بالك، ثانيا على سرعه الهدايه، نعم مين يملكها؟ فهو قصر وحصر نعم وتوكيد. تمام وبعدين يهديني كسرة الهدايه، مين اللي عنده سرعه الهدايه وكسر؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه توكيد وخصمه. في معاني عايزين نفهمها في حاجه اسمها لغه القران، وناخد ان شاء الله بعد كده علوم القران، الحذف والاثبات والمسائل دي. رؤوف رؤوف، سرعه الرافه وكسره الرافه، ايوه ابلغ دي اختلافات الاثنين اللي هي ابلغ، اختلافات ما هو القرائن. الاختلاف ده هيدوه معاني. من عارف دي دل على سرعه الرافه، ده كسره الرافه. كسره خافوني ان كنتم مؤمنين، خافوني ان كنتم مؤمنين، ابو جعفر ويعقوب وابو عمرو، اللي اثبت كسره الخوف، والثاني سرعه الخوف. فانت محتاج سرعه خوف عشان ما تسوفش، محتاج كسره خوف عشان تستمر. ده اسراء في المعنى، ده اسراء ده في المعاني. اختلاف تنوع. وبعدين تمام اختلاف القراء قران، ما تخشش هنا. اما اختلاف الفقهاء اجتهاد، ادخل فيه تمام. قول لا ارجح لا لا ده. مش بختلف. يعني اختلاف القراء ده قران. نعم. فانا مش عايز اغوض بقى زي ما انت مش طب عايز. يعني أزول يعني احنا برضو بنقول مشاهير الكرام، اللي حابب يوصل ويتم المعنى وصلا وما يقفش على الفاصله، هل له هذا ولا عليه مذهب ابن وزن؟ الجزري قال ولفظا فامنعا الا رؤوس الايه جوز في الحسن، تمام طالما حسن وارتبط لفظا ومعنى بما بعده يبقى يجوز اوصل. عند الجزري، لا يقف على راس الايه. تمام ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن لو رحت لكن انت عايز تمشي مع بقيه العلماء، في سنه فواصل وفي سنه عبوديه. تمام ولو تطرقنا بقى للوقت ابتدى احكي لك مثلا وبشر المحسنين وبشر المخبتين وفايل المصلين هدى للمتقين، الوقف ده نوعه ايه؟ ينفع تاء وينفع كافي وينفع حسن. تمام كيف؟ ان قلت الذين اللي جايه وبشر الصابرين الذين، دي تمام صفه بقى حسن، في تمام. رابط لفظه معنوي. تمام قلت الذين دي مبتدا يبقى في رابط معنوي فقط يبقى كافي. تمام ان قلت اعني ابشر الصابرين، اعني الصابرين اللي لهم البشرى، تمام يبقى ده ايه؟ تام. يبقى المعنى هنا واللغه. لا انا عايز اوضح بقى اسمها تام لا وكاف وحسن عشان تمام طالما احنا دخلنا بقى في الوقت ودخلنا في الجو ده. تمام معاك يا سيد. ان تم ولا تعلقه يبقى تام. يعني لم يتعلق يبقى بما بعد بعد. لا لفظ ولا تمام معنى. تمام ولك على هذا من ربهم ولك هم يعني ده تام، يعني خلاص ما ينفعش ان انا اصل حتى. كذبت عاد، كذبت ثمود، تمام خلصت القصه، خلصت تمام الحكايه، خلص كلام عن المتقين، بدا يتكلم عن الكفر. ان تم ولا تعلقه تام، لم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. تمام. طب ان تعلق معنى ولفظا بما بعده يبقى اسمه حسن. تمام الحمد لله ما ينفعش اقول رب العالمين. لكن ينفع قف اقرا ولا الحمد تبدا لله. حسن نعم يعني ارتبط لفظا مع ارجع بقى قف ولا تبدا. ايوه ارجع اقول الحمد لله رب العالمين، ما تمام اقولش رب العالمين لان في رابط لفظه ومعنوي هنا. تمام طيب ان ارتبط معنى فقط يبقى اسمه كافي. تمام بمعنى علق كافي. قف وابتدي في التام والكافي. تمام مثال الكافي سيدنا ابن مسعود، النبي قال له اقرا، قال له اقرا عليك وعليك انزل، احب اسمع من غيري. فاستفتحت النساء فتوصلت، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له امسك بزعينه وتزرفها. نعم. الوقف على الشهاده نوعه ايه؟ كافي. نعم. ليه؟ في رابط معنوي، ما فيش رابط لفظي، ما فيش مبتدا وخبر صفه وموصوف. تمام ما فيش رابط لفظي لكن في رابط معنوي. لفظي يعني لغه، من ناحيه اللغه. لكن معنوي يعني ايه؟ المعنى لما تيجي شهيد يوم القيامه على الناس دي يحصل ايه؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساووا بين الارض ولا يكتبون الله حديثا. نعم. الكافي يتمنى يبقى تراب ومتساووا بالارض كالحيوانات عشان ما يتحاسبش. صح. واللي يلتقوا التراب. اذا الوقف على حديثه تام. تمام. والوقف على شهيده كافي. في الكافي والتام قف وابتدي.
تمام. لكن في الكاف الحسن والتام اقف على راس الايه وابتدي وابدا بعديها. ببدايه الايه التي تليها. لكن الحسن قف ولا تبدا. يعني اقف على راس الايه وارجع تاني اتي بما يتم المعنى واصل. يخرجون الرسول واياكم وش ان تؤمن. ارجع يخرجون الرسول واياكم ان تؤمن حتى لا تؤمن، بس اوعى ترجع تقول واياكم ان تؤمنوا. واياكم ان تؤمنوا تبقى مصيبه. نعم. ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض. نعم. ان تحبط اعمالكم، هذا تحبط. نعم. لا تجاروا حتى لا تحبط. نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقف حسن. نعم. قف ولا تبدأ. تمام. ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم حتى لا تبر ولا تتقوا ولا تصلح. أنهي هنا نفية. نعم. يعني تجعل الله عرضة مانع من فعل البر والتقوى والصلاح. لا طبعا. أقول لك تعصر لي هنا تقول أنا حالف على المسجد ده، أنا حالف على الرحم، أنا حالف على الكعبة. للأسف. ده كلام. يمسك السماء. وقف حسن. نعم. لكن أن تقع الأرض. أه. ارجع ويمسك السماء أن تقع على الأرض حتى لا تقع على الأرض. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض، ما تقولش أن تزول. نعم. يمسك السماوات والأرض حتى لا تزول. نعم. طب نقول ليه بقى للناس اللي نفسها قصير يا مولانا؟ يعني في مسائل ما ينفعش فيها الكلام، يعني مثلا أقول لك إيه؟ بغية. نعم. لو وقفت عليها هتبقى مفعول به. نعم. بل أنزله الله بغيا ظلما. آه. إن وصلتها بقت بغية ابتغاء مفعول لأجله. تمام. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغيا أن ينزل الله فضيع على من يشاء من عباده. ملكه فرض على مين؟ ولو بدأت بيها بغيا ان ينزل الله. لا تقف عليها ولا تبدا ولا بيها. لانها هتغير المعنى خالص. هتخلي بقى مفعول به بقى بغيا ظلما، انا زور ربنا ظلم. نعم. يا فلازم بد من وصلها. هنا ما ينفعش، هنا دي ما ينفعش. هتقول انا مضطر، انت مضطر بقى، مضطر تاكل ميته، بس الميته مش حلال. انت مضطر. نعم. بس ما تخليش الاضطرار ده ايه؟ انا عايز برضه عشان ما يعني ايه في بعض مساله ثانيه بس عشان برضه المساله حسده. نعم. لو وقفت عليها هتبقى صفر. نعم. لو وصلتها بقت مفعول لاجل. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم بعد ما تبلغوا الحق. لو فهم تمام الكلام. تمام. قبل كده يبقى الكلام ضاع. انا اقصد اقول ان مشاهدي الكرام، بس واضح مشاهدي الكرام ان في بعض الناس يقول لك دلوقتي انا نفسي قصير يبقى انا مش هقرا قران. لا يقرا. اقرا لكن الذي يقرا وعلى سجياته او كده له اجر. نعم. لكن من يقرا القران وهو يتعتع فيه عليه الشيخ له ايه؟ اللي هو بيتعلم. اجر. نعم. يتعتع يعني ايه؟ نعم. كثير من الناس مش فاهم المسألة. وهو عليه شق. يعني ايه؟ يعني يجتهد في قراءة ويتعلم. يبقى بيعك برضه. عمره ما هيتعلم. ليه مش هيتعلم ليه بس؟ هو يتحت عن ايه؟ يذهب للشيخ ويتحت عن ما ده مقصودي ده. مش الشيخ يقول له ايه؟ هذا خطأ. بس ما يضربوش بس عشان الضرب. لا يضربه الضرب كويس. يعني بقول فسق لهما. الشيخ يقول لا يا ابني فسق لهما. لأن المعنى هنا هيبقى مصيبة. ألم. ده وجع يا ابني. ألم. تمام. افلا غاب افلا يبقى التعتعه هنا التعتعه اثناء التعلم والتلقي على المشايخ. يعني واحد بيقول نعم بس من غير ضرب برضه يا مولانا. اما التعتعه مرحله توصل الجاهل للعالم. تمام. مرحله انتقاليه تخرجك من جهل الى علم. الى علم ومعرفه. فانت لما تروح الشيخ يعني واحد بس يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحيم طول صلاتك بطله؟ لا مش بطل. صلي 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 امام مع باب ربنا زيك لكن لا يصح عليه امي بقرئ. نعم. امي لعب شغلات الفاتحه. نعم. ولك اجر. لكن لما تروح للشيخ بسم الله لا يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن وهي دي تعتعه بس من غير ضرب برضه. لا هيضرب هيستحمل بقى هي دي بقى لها اجر مش ببلاش. يعني مقصود حضرتك ان هو ايه؟ ان هو التعتعه معناها المشقه مع اللي بينزلها مع شيخ عن طريق التلقي. تعلم بالمشافه. وانك لا تلقى القران من لدن حكيم. نعم. النبي تلقى وعارض جبريل كل نعم. سنه مره وفي السنه اللي مات فيها عرضه مرتين. نعم. هذه هي التعتعه. نعم. فالتعتعه عشان توصل للصواب مع شيخ دي بقى تاخد اجر تعتعه وشده الشيخ وقد قيل كن كالكلب يقصي اله وما اترف تحسن متبذله. اما اذا وصلت بقى للاعراب الحمد لله رب العالمين مرتلا مجهودا بالعربي سكت الساكن حركه المحرك فخامه المفخم رفخه المرق تمام عملت كده تاخد ايه زي ما النبي قال حرف ايه حسنه والحسنه العاشره. تمام. طب لو تدبرت فيها بقى مش قراءه تعبديه بس ده كمان استنباطي. نعم. تبقى خلا ابن عباس تبقى مضاعف تاخد 20. نعم. يبقى اللي بيعك ياخد اجر. طب ما هو اللي بتاعك تاخد اجرين. ايوه اللي بتاعك تاخد اجرين. ما هو اللي بتاعك تاخد اجرين. بس مع الشيخ. مع نفسه. لا معرفش لا معرفش هيتعلم ازاي. هيتعلم. طب مين هيقول له ان هو صح؟ بس كده. لازم حد يسمع. الشيخ ويستحمل. نعم. الشيخ ويستحمل الشيخ اهم حاجه. واضح ان حضرتك شديد جدا في نقارك. نعم. بص من يكن حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. نعم. وبعدين الا ان سمعت الله عليه. نعم. وبعدين المحافظه على الدين بهذا الشكل يعني الطبطبه احيانا ما لا تربي جيلا صالحا. بس هو بدون عنف برضه يعني. مش الدرجه دي. لا يعني في واحد مره اتصل بيا وقال لي ايه؟ قال لي شيخ فلان انا بروح اقرا عليه بيخبطني بالكوع في جنبي.
مسلم امريكي. لا 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 يعني فيعني ايه عايزين برضه لا لا يعني ايه يعني يتلقى الفضيله بين الرجلتين. نعم الكرم فضيله وزاد يبقى تبذير للذين كان اخونا الشياطين ولو قال يبقى بخل. يعني الوصايا يعني حضرتك بتتكلم عن الثقه بالنفس ده نحفظه عليم، لكن لو زاد تبقى غرور قال تبقى ذل. يعني كل حاجه لها ايه كل شيء له. وفين اطعناكم فلا تبغوا علينا سبيل. لا ربنا يبارك في حضرتك. عدود يعني. ربنا يبارك في حضرتك. طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا الوقف اللي ابتدى وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه. نعم. الوقف. طب كلام سيدنا علي بن ابي طالب. معرفه الوقوف وتجويد الحروف. معرفه الوقوف ايوه بالضبط كده. جابها منين؟ وكمان تجويد الحروف، هل تجويد الحروف ده مقصود بكل الاحكام التجويديه؟ يعني مثلا ابي كارو غير ابي قارا دي بيت الاطباق المعنى راح. يشكو غير يشقو، اشركوا شرك اشراقوا شروق، مشرقين نعم شروق مشركين. المعاني هنا تتغير خالص، فرقت خالص. فاتبعوهم مشركين ده المعنى صغير خالص. شفت الفرق بقى؟ نعم. يعني احد القراء كان يعني يصل القاف المكسوره الى قرب الكاف. فتتبعت هذا الشيخ في تسجيلاتي لقيت ان الشيخ يقول فاتبعوهم مشرقين ولم ياتي بابدال القاف دي بس عداها. ايوه في بعض الكلمات التي تغير المعاني. دي هتفرق كتير في معاني، مش بس دي، لا يعني انت خد معاني كتير. مثلا رطب، لو واحد قالها رطب ده رطب دي حاجه ثانيه خالص. ودي تاكل فرقت معنى راح خالص. فترضى من الرضا، فترضى من الرضا. شوف الفرق ازاي. اذا لا 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 لازم نتعلم الوقوف والحروف ولازم بعد ما تحسن ان تجود لابد ان تعرف وقفا وابتداء. وكان الشيوخ لا يعطون الإجازة إلا بعد الامتحان في الوقف الابتداء، فإن لم ينجح فيه يأخذ مهلة. وأنا كنت شديد في هذه المسألة. يا مولانا دلوقتي بياخدوا الإجازات بالتليفون يا مولانا. أنا عندي واحد واصل لحد فإذا جاءت الطامة الكبرى، كان مهندسا. نعم. فلم يغن في فقلت له ما هذا الوقف؟ ما هذا المد؟ المد لازم مثقل كلمي. نعم. يعني مثقل؟ في شد. قلت له فين الشد دي؟ قال المين؟ قلت له المين اللي تبقى شدان يعمل فيها ايه؟ قال لي وغنى ميما ثم نون شدد واصل الغنى من نون وميما اذا ما شدد. انت حافظ اهو. تمام. طب طبقت شدش الغنى ليه؟ ارجع لبقره تاني. اذا ما شاء الله. الشده دي مطلوبه. انا طبعا من يكون حازما في الاقصى حاجه على ما يرحمه هو من اعز التلاميذ اليوم. نعم. من احسن الناس يعني. الشده دي احيانا تاتي بالعجائب. لكن شده في مع رحمه. ما شفنا الشده ما شفناش نشوف. ربنا يرفع قدرك سيدنا. يبقى انا مرحله اولى تعلم الاحكام تمام وضبط القراءه ويمشي معاها في نفس المسار. المرحله الثانيه الوقف الابتداء. طيب يعني تنصح حضرتك يعني من يعلم القران ويرانا الان في موضوع الوقف الابتداء الا يجيز الا بعد تعليم اثناء الختمه تعليم المتلقي. هو اصلا هو بيقرا. انا انت واقف هنا ليه؟ انت فاهم المساله دي؟ يعني مثلا واحد يقول ذلك الكتاب مش غلط، ذلك الكتاب لا ريب مش غلط برضه، ذلك الكتاب لا ريب فيه مش غلط، ذلك الكتاب لا ريب فيه هو ده مش غلط. لكن افهم ذا اسم اشاره مبتدا، اللام للبعد المنزله والكاف. طب والكتاب ده الخبر بتاع ذا بتاع المبتدا. طب ما قالش ذلك كتاب ليه؟ هذا كتاب هذا حضرتك بتوسع من المتلقي كمان على علم باللغه. ما لازم من يدخل علم الشرع وليس معه علم اللغه كما قالوا لنا حمار عليه مخلاه فارغه ويحسبها ملأ مصيب يعني هيقع في غلطك هيقع في مصايب. فاقول له المتوقع هذا كتاب او ذلك كتاب او يكون مقلدا. ما بقولش قال كتاب لان يعني ذا هنا اسم اشاره مبتدا وقال كتاب. طب هو عرف باسم الاشاره يتعرف تاني باللي قال ليه؟ كانه عايز يقول لك الكتاب اللي انت تعرفه ده غير الكتب اللي انت تعرفها. الكتب اللي انت تعرفها فيها ريب وفيها شهوده وفيها شتاء. لكن هذا الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه وفي هدى وفي تقوى فلا ترتاب فيه. خبريه لفظا انشاء معنى زي ما دخلوا كان امن امنوه. فهنا لا ترتبوا فيه لتاخذوا الهدى والتقوى فاذا ارتبت لتاخذوا الهدى والتقوى. تمام. المعاني دي كلها هتيجي ازاي؟ بانك انت توصل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده اسمه الاولى. اللي انت عملته مش غلط. تمام. بس هذا خلاف الاولى. بس انت تكون عارف اللي انت وقفت ليه انت فهمت المساله؟ يعني انت لو جيت ستر العوره الشورت مثلا خلاص؟ لكن لو جيت لابس فافهم. نعم. فالاولى وخلاف الاول. طيب حضرتك تقبل ان يكون متلقي القران بالوقف والابتداء
مقلدا لشيخي وناقلا عن شيخي بالتقليد، أنا ولا لازم يكون على فهم؟ ما احبش يعني انت تقلد بس افهم. يعني ايه تقليد؟ يعني ايه علم؟ يعني هو ينقل لمن يتلقى عليه. يعني لما يجي واحد بس بيقرا عليه وختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى ابصارهم، ما فيش ختم على الابصار؟ او يقف على ابصارهم غشاوة؟ لا، يعني انت ربطتها بخاتمه وعلى ابصارهم يبدا وعلى ابصارهم غشاوة. لا، انت يا اما تاخد الايه على بعضيها، يا اما تقف على يا اما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم واهرب من ختمه. تمام. وعلى ابصارهم غشاوات، تمام، غشاوات على ابصارهم متدى وخبر، ملهاش دعوه بختمه. تمام. الختمه لازم يتعدى بحرف الجر. تمام. فانت لو وصلت عند غشاوه يبقى انت كانك قلت وختم على ابصارهم بغشاوتين. يبقى هي مجروره ولا يسمى وقف بيان؟ طب ان حذفت على نزع الخافض، ختم على ابصارهم غشاوات، هي لا منصوبه ولا مجروره. نعم. فاهرب وخد الايه كلها على بعضها، يا اما تقف على سمعهم على الختم على ما ختم عليه. تمام. انا ما جايبش على ايه، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء بهم هذا ولو ما كانوا بياتينا يجحدون. انت ظلمت، ربنا ظالم، ما جحدوش ودخلوا النار ليه؟ نعوذ بالله. لكن توصلها عشان ما موصوله مش، نعم، مش وبسبب ما كانوا يجحدون. نعم. مش وما كانوا يجحدون. مثلا ايه؟ قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيف. فين؟ وما كان من المشركين. بنا فين؟ نعم. انت لو وصلتها ولا الذي كان من المشركين اتبعوه؟ يبقى ما هنا فيها موصوله ولا نافيه؟ لازم اكون عارف لانها لو موصوله وانا بدات بها يبدا بنفي، ولو نافيه وصلتها هتبقى ممكن تبقى اسم موصول. وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا. قف. وما كانوا مؤمنين. لو انت وصلت والذين كانوا مؤمنين، يبقى المعنى هنا بما انزل وما انزل بالذي وبالذي، لكن لو ما انزل ما بقت نفي. تمام. يقول مثلا ايه؟ او لم يتفكروا. قف. نعم. ما بصاحبهم جنون، ده نافي. لو وصلتها يبقى الذي بصاحبهم جنون. نعم. ايه المعنى ده؟ فافهم المساله. انا عايزك تبقى فاهم يعني ايه دي؟ اللي تنفع بقى ما نافيه وما مصدريه وما تعجبيه وما موصوله في سوره ياسين. نعم. لتنذر قوما ما انذر اباؤه. تنفع نافيه ما اتاهم النذير. نعم. انذر اباؤه مصدريه. الذي تنفع. يعني الموضع ده هو اللي يقبل أكثر، لكن دي يا موصوله يا نافيه. يا نافيه. فانت عايزها ايه؟ صح. انت فاهم بتقول ايه؟ انت سيدي. بس اشهد الله انه لا اله الا هو. تقول لا اله الا هو الملائكه بلا شرك. انت عاطف على شهده، شهد الله انه لا اله الا هو. نعم. شهاده الملائكه ايضا البدايه هنا. شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه شهدوا. نعم. ايضا شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه طول العلم شهدوا ايضا. نعم. ده حتى الايه اللي جايه بعدها ان الدين عند الله الاسلام، وشاهدوا واقروا بان. نعم. الدين عند الله الاسلام بدليل قراءه الكسائي ان الدين عند الاسلام. نعم. وشاهدوا بان الدين عند الاسلام. نعم. في رابط لفظي ومعنوي هنا. تمام. فسنه الفواصل وسنه التعبديه هتحكي لك الحكايه. ده موضوع كبير قوي. طبعا الوقف ده علم. الموضوع كبير وعايزين يعني ايه نوسع في هذا. يا ريت ختمه كامله ونتعلم فيها الوقف. ده ختمه كامله دي، ده يعني الموضوع هيبقى صعب شويه، لان احنا ماشيين في ختمه اصلا قراءه وناس تحفظ معانا ووصلنا لسرعه. لا ختمه نتعلم فيها الوقف ابتدى بس. خلينا طيب في اللقاء القادم باذن الله تعالى. احنا وقتنا انتهى يعني بسرعه ما حسيناش بيه خالص. وده من جمال الكلام بتاع حضرتك. وكمان احنا يعني مش الحمد لله ان مفيش اتصالات، لكن الاتصالات كانت ممكن تعطلنا شويه، فاحنا استفدنا كتير من الحلقه دي. ويمكن كتير من الناس من المشاهدين الكرام ما يعرفوش ان البرنامج رجع بشكل مباشر. فباذن الله تعالى اللي ليه عند من حضراتكم سؤال يرسله على صفحه البرنامج، وان شاء الله باذن الله تعالى الدكتور سعيد معنا باذن الله تعالى في الحلقه القادمه يوم السبت القادم باذن الله تعالى، ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. واللي حابب عنده سؤال يحضره ويتواصل معنا عن طريق الهاتف باذن الله تعالى في الحلقه القادمه. سيدنا يعني انا كنت مستمتع جدا بلقاء حضرتك وتعلمت كثيرا من هذا اللقاء. اسال الله نفعنا بعلم فضيلتكم. سيادة تقدموا الحلقه شويه. هو ده مش بيدينا دي خريطه. جزاك الله خير. ربنا يجعله في ميزان حسنات. بس حسن اسكندريه. جاي من اسكندريه ان شاء الله، ربنا يصلك ان شاء الله الطلب باذن الله. لا تنسى بقى بصراحه دعائك وانت مسافر. ان شاء الله. نعم. دعاء المسافر مستجاب ان شاء الله. رفع الله قدرك في نهايه الحلقه الماتعه اللي انا فعلا استفدت فيها كثيرا جدا. منها كثيرا جدا وحضراتكم اكيد استفدتوا معايا من علم دكتور سعيد. بشكر دكتور سعيد صالح زهيمه، جزاك الله خير شيخنا على تشريفك. أحنا. ونلتقي في الاسبوع القادم باذن الله تعالى لاستكمال الكلام عن الوقف الابتداء. جزاكم الله خير. كما اشكر كل من شاهد هذه الحلقه، وشكر خاص لفريق العمل ورئيس فريق العمل في هذه الحلقه اخونا محمد اسامه واخونا عمر معه مساعد مخرج وباقي فريق العمل، جزاهم الله عنا خير الجزاء. التقي بكم باذن الله تعالى يوم الثلاثاء لاستئناف الورد القرآني من سورة النساء في يعني قبل هذا نقعد بساعة تقريبا، ويوم السبت بإذن الله تعالى مع الدكتور سعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حبا